حتى بدي أعطيك أنا لبرنامجك هذه المعلومة، يعني معلومة حصرية وعلى مسؤوليتي. تذكر بأول حراك طلع الشيخ جربوع وقرأ بيان باسمه وموقع باسم الشيخ أبو وائل حمود الحناوي، وأنا تأكدت بنفسي أنه الشيخ أبو وائل الحناوي لم يقرأ هذا البيان من قبل، وتم استخدام الختم تبعه لأنه موجود بدار الطائف، تم استخدامه من دون إذنه، هذا مؤكد. أوف. الشيخ حمود موقفه، نعم هذه المعلومة أنا أتحمل مسؤوليته أمام أهل السويدة كلهم. الشيخ حمود البيان الذي أصدره الشيخ جربوع بتوقيع التوقيع الشيخ حمود الحناوي، الشيخ حمود لم يطلع عليه، وأصلا إذا لاحظت وصل متأخرا، كان عنده أتوقع جاي وفد من مياماس، من قرية مياماس، وطالعين ب يعني مسألة اجتماعية، فتفاجأ الشيخ حمود أنه تم توقيع البيان باسمه. هذه معلومة كما قلت لأهل السويداء، أنا أتحمل مسؤوليته، ومستحيل أن أقول كلام من هذا النوع الخطير أنا لست متأكداً منه.